السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن نخيل البلح. ما نشاهده، هذه نخلة مذكرة، وهو النحل يقوم بنقل حبوب اللقاح كما نشاهد. إذن هذا هو الإغريق المذكر. هذه أغريق لم تتفتح بعد. الطريف في الأمر أن النحل بالطبع يقوم بجمع الرحيق، وله دور في نقل حبوب اللقاح من النخلة المذكرة إلى النخلة المؤنثة. وهنا نؤكد على ضرورة التلقيح باليد، تلقيح النخيل باليد، أن تؤخذ هذه حبوب اللقاح هذه أو الإغريق المذكر، ويتم تنفيذه على الإغريق المؤنث في النخلة المؤنثة. ونتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى القوم حوله يقومون بتلقيح النخيل، فقال فيما معناه اتركوه، فقل الانتاج، فقال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، ولم يعلق على موضوع تلقيح النخيل مره اخرى. ولكن تلقيح النخيل يدويا هام جدا. هذا هو الاغريق المذكر وبه حبوب اللقاح. نستمتع معا بهذه اللحظات الطبيعية. النحل يقوم بنقل حبوب اللقاح، وبالطبع هو يأخذ الرحيق. إذن هام جدا أن يتم نقل حبوب اللقاح أو تلقيح النخيل المؤنث. هذه النخلة مذكرة، يبقى النخل وحيد المسكن. هناك نخلة مذكرة ونخلة مؤنثة، هذه النخلة مذكرة لا تنتج لنا إلا حبوب اللقاح، فيتم نقل حبوب اللقاح هذه من هذه النخلة المذكرة إلى النخلة المؤنثة. عن تلقيح النخيل هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا. ونحن نوثق هذه اللحظات الطبيعية حيث يقوم النحل بجمع الرحيق ونقل حبوب اللقاح. هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، والرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر.